هذا الحديث هو من كلام الله عز وجل، إذ رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فيه يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، يذكره ضعفه وأنه ابن لآدم الذي خلقه الله عز وجل، وأن الناس سواء، لأن كل من على وجه هذه الأرض يصدق عليه أنه ابن آدم ما دام من ذريته، فلا فرق بيني وبينك وبين المشرقي والمغربي، فكلنا لآدم وآدم من تراب. يقول الله عز وجل: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذا فيه أمران: فضل الدعاء لله عز وجل، وعدم القنوط من رحمة الله عز وجل. إن القنوط من رحمة الله عز وجل من ضعف الإيمان، بل لا يقنط من رحمة الله كمال القنوط وتمامه إلا من ليس بمؤمن، فالمؤمن مهما فعل من ذنب يعلم أن الله يغفره. وما ينقل في كتب بعض الصلحاء من أنه يبكي سنين طوالا على ذنب قد مضى، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا الصحابة، وقد فعلوا ذنوبا أعظم هو الشرك. الإنسان إذا صدق في توبته وانقطع عن ذنبه وعزم على عدم العود إليه وأحسن في العمل، فإن الله عز وجل مثيبه أحد أمرين: إما محو ذلك الذنب، أو قلب ذلك الذنب، قلب سيئات ذلك الذنب حسنت، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ثم قال الله عز وجل: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. الله أكبر. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذه الجملة تدلنا على أمرين: فضل الدعاء وأثره، وأنه يجب على المؤمن أن يدعو الله عز وجل. وذلك قال العلماء: إن الدعاء ثلاثة أنواع: واجب ومندوب وممنوع، إما كراهة أو تحريما. فالواجب هو الذي في الصلاة، والمندوب ما عداه، والمكروه والمحرم ما كان اعتداء، إما في المكان كالدعاء في السجود فإنه غير مشروع إلا ما ورد، أو ما كان اعتداء في الصفة في الطلب أو في المطلوب فإنه يكون ممنوعا إما كراهة أو تحريما. وأما المندوب فإنه ما عدا ذلك. وهذا الحديث يدلنا على أصل كلي فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، وأن الله عز وجل أفضل ما تقرب إليه إفراده بالعبادة. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أي أن الله عز وجل يغفر هذه الذنوب كلها.